مرحبا وسهلا باسم إدارة جمعية الفرقان والعاملين فيها، أرحب بكم بيننا في حفل الختام. طلابنا وطالباتنا المتفوقات يشرقون علينا بملابسهم البيضاء النقية الطاهرة كقلوبهم المليئة بنور كتاب الله عز وجل. ونعمة أن أقف اليوم هنا كمشرف على هذه المدرسة والتي تحولت بشكل رسمي في هذا العام إلى جمعية الفرقان لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم في مدينة برلين. وكما ترون أنها تعمل تحت شعار توريث كلام الله جيلا بعد جيل. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد قررنا إطلاق جائزة الفرقان وهي المسابقة القرآنية الكبرى السنوية في شهر أكتوبر، والتي ستكون بإذن الله نقطة سنوية يتنافس فيها المتنافسون في القرآن الكريم حفظا وتلاوة من جميع أنحاء ألمانيا. Thank you.
الذين أخذوا أولادهم وتعبوا معهم وبذلوا من أجلهم حتى يصنع قيمة المدرسة. الشيخ عبد العزيز، هذه هدية بسيطة بمناسبة حصولي على درجة الماجستير بدرجة جيدة جدا في أصول الفقه، وطبعا قد أعطانا كثير دورات في الحديث، وإن شاء الله يكون لنا كذلك دورات في أصول الفقه. وهي لا زالت إلى الآن تعمل بصمت، بهدوء، بالتفاني، بإخلاص. نحن نعطي لها الدرع، درع الفرقان، نشكر لها تفانيها وكل ما بذلته خلال العشر أو أكثر من عشر سنوات هو عند الله سبحانه وتعالى سيكون بإذن الله في ميزان حسناتها. بارك الله فيك يا أم سامة. الأخت منيرة بكور. الأخت منيرة. واش عليا مني انا قلق من رزقي لاش لاش والخلق يرزقني انا امالي فياش واش عليا مني انا قلق من رزقي لاش والخلق يرزقني الله 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 الله